وشلون يجي القطار؟ انتحر لو ما انتحر؟ شو تقولون؟ هلا والله، هلا بالغوالي وفيديو جديد، وخلينا ننطلق ونفتح البريد. طيب شنو؟ واخيرا واخيرا جوجل ادسنس فوقها كاتب لي بالعربي بعد شريط. اليوم الجو كلش حلو، شمس ودرجة الحرارة هسه تطلع 10، فشي صار من زمان منتظري. فهسه راح اوديكم على منطقة اسمها لانجلي، مدينة تبعد على الفانكوفر 50 كيلو. احلى شي بيها صار مثل الفلات، يعني معدلة، ماكو عمارات عالية، ماكو ازدحام. جيت لهاي المنطقة، منطقة كلش حلوة اسمها فورت لانجلي. هاي بصف لانجلي شوية لي فوق. شنو مميزاتها؟ المميز بها الأرض عدلة منبسطة، وازدحامات ماكو، وأراضي زراعية، وبيوت مال كم فلاحين، كلش حلوة، حتعجبكم. هاي شكو كل الإضاءة على مودي. يابا هاي القصة مال فورت لانجلي سنة 1914. هاي البناية كانت موجودة من ذاك الوقت. شوفوا الإضاءة، أنا بالي من الإضاءة هاي من جابوها الكبرها. هنا أنا مصنع خاص مال قهوة كلش توب. شقد حلو هذا الرسم. المنطقة هاي تشتهر محلات الأنتيكات كلش هواية، والمستعمل ومن هاي السوالف. هذا مسوي تخفيضات توصل لل70%. هاي شنو هذا؟ حجاب؟ لا مو معقولة، ماكو هنا، يعني المدينة كلها بيض، ما بيها أصلا مهاجرين، ما أعرف شنو السالفة. يجوز هاي هيك مال كتف. هاي القصة والتفاصيل مال الهيستوري مال فورت لانجلي، القصة كاملة مكاتبيها هنا. أنا ها شنو هذا؟ الراديو قاع بيش ويتحرك. بس شنو هنا الاجواء؟ فشي شعور كلش حلو، هدوء، ماكو بشر، ويمك الماي. الشقق هنا اسعارهن غرفتين وصالة تقريبا 100 متر، سعرهن من 200 الى 300 الف دولار كندي تقريبا.
الدولار الامريكي المية دولار يساوي 130 كندي، وانتو حسبوها. شوفوا هاي الشقق شلون حلوة، موقعها على النهر، هذا النهر، والسوق قريب عليها من هناك. جيت هذاك السوق من 200 الى 300 الف الشقة، هنا غرفتين وصالة 100 متر مثل ما قلنا. بالنسبة لأسعار الشقق بفانكوفر وهاي المدينة اسمها الأنجلي وبسيري وبرنبي تتفاوت كل وحدة شكل. هسه خلينا نروح نشرب كوفي وهناك نسولف لكم على أسعار الشقق. هذا المقهى من أحلى المقاهي بفانكوفر كلها، وهذا الميلك شوكليت اللذيذ وشده بالنظيف. بالنسبة للشقق، من تريد تشتري شقة لازم تروح للبنك يشيكون الكريدت مالتك، يشيكون تاريخك الائتماني، يشوفون شغلك، طبعا لازم تشتغل شغل رسمي، يشوفوا اذا اوكي حينطوك قرض لمدة 20 سنة او 25 سنة، وتقدر اقل يعني 10 سنين 15 تب كيفك، بس يصير عليك اكثر. طبعا البنك ياخذ فائدة عليها، الفائدة من 2.5 الى 3%. اسعار الشقق غرفة وصالة مساحتها تقريبا 60 متر، بسيري تحصلها ب 150 الف دولار، وفانكوفر توصل لحد 600 الف دولار. الشقة غرفتين وصالة مساحتها 100 متر، سعرها تقريبا بسيري او لانجلي تقريبا 200 الف دولار، فانكوفر بمليون و 200 الف دولار، يعني توصل اكو ارخص بس هاي توصل لحد المليون و 200 الف دولار. الشقة ثلاث غرف وصالة تقريبا 130 متر، اكو مدينة اسمها ابسفورد تحصلها ب 200 الى 250 الف دولار، وفانكوفر توصل لحد المليون و 400 الف دولار. لما نجي نحسبها يطلع سعر المتر المربع فانكوفر من والى من بالضبط من 3000 و 3500 دولار ويوصل لحد 10000 دولار. برنبي يطلع المتر من 4 او 4.5 الى 6 الف دولار للمتر الواحد. بسيري او لانجلي او مابلريج تقريبا من 2000 لحد 4000 دولار. طبعا اللي يدور اكو ارخص من هاي الاسعار، بس لازم اكو عيب كبير او فد، المهم يعني اكو عيب لازم، يعني هاي الاسعار هاي اسعار طبيعيه. وفانكوفر حاليا من اغلى 3 مدن بالعقار بالعالم. شو بالبيت اخلي روحي وياها ما تصير هيجي، شلون يسووا هيجي؟ لما تيجي تشتري شقة لازم تخلي بالك اكو مصاريف شهرية وسنوية. الشهرية اللي هي مصاريف الصيانة المينتننس، هاي ما موجودة على البيت، اذا يعني بيت مو شقة، هاي ما موجودة، موجودة على التاون هاوس مرات، موجودة على الشقة، اغلب الشقق مينتننس. المينتننس شنو؟ صيانة، مثلا نريد يصلحون العمارة، نريد يسوون، يعني المهم كل شهر هاي لازم تعطيهم حسب العقد. قبل لا تشتريها تسأل عن المينتننس ايش قد، يتراوح من 100 دولار الى 400 او 500 دولار حسب القدم وحسب المنطقة. كل ما الشقة جديدة كل ما المينتننس يقل، وكل ما الشقة قديمة المينتننس الصيانة طبعا حتصعد. الشغلة الثانية اللي هي الضريبة السنوية التاكس، هاي الحكومة تاخذها من كل بيت او كل شقة موجودة بكندا، لازم تدفع تاكس، مو شرط يعني حسب ما في سواء حسب المتر وحسب المنطقة، وتتراوح في السنة لازم تدفعها سنويا من 1000 الى 4000 دولار او 5000 اذا البيت كبير. وشي طبيعي البيت ضريبته السنوية اكثر من الشقة. لما تريد تشتري بيت او شقة لازم تدفع اقل شيء 5%، هسه بالجديد يمكن يصعدوها. الباقي مثلا الشقة سعرها 200 الف دولار، تدفع 5% اللي هي 10000 دولار، ويبقى 190 الف دولار. 190 ألف يقسموها تقريبا على 20 سنة تقريبا بالشهر 800 دولار ويطلع بسعر الإيجار، طبعا هاي عدا السعر الفائدة اللي كنا عليها، هاي بعدين حيضيفوها. بالنسبة للعراقيين والسوريين اللي دا ينتظرون توطين أمريكا او هم بامريكا وخايفين من تصريحات ترامب الاخيره قبل يومين، راح يوقف الهجره ويوقف
الاستيطان. اعتقد هذا مؤقت يعني ويجوز يصير دائمي، بس احب اقول لكم لا تشيلون هم، كندا ان شاء الله حتستقبلكم كلكم اذا امريكا رفضت تستقبلكم، وان شاء الله توصلون كندا باسرع وقت. هذا لقيت هنا بارك، مشيت مسافة شوية طويلة حتى اجي على هذا البارك، حتى ما القي ناس وحتى اطير طيارتي بدون مشاكل. بس عبالك اكو هنا سيارتين، عادي هسه حنطير وخلينا نشوف. It kills my heart to know you think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. هم زين نزلتها الله ستر، لان يمكن اكو هنا تشويش، لان هي المنطقة اصلا محظورة، فقال لي على مسؤوليتك، قلت له نعم. فانا عبالي هيك كلاوات شو، لما طيرتها والله طارت شوية اليقاد ورجعها ما تقبل ترجع، رجعت بس شي اريد اقولها انزلي ما تقبل تنزل. فايش قامت تسوي؟ قامت تروح للمكان المحظور، يمكن هنا قاعدة عسكرية او هيك شي، قامت تروح هناك ارجعها وتروح ارجعها وتروح. انا ما اعرف شلون نزلت والله العظيم، مد الا جت الاشاره يلا يمكن دا يسوون تشويش. يلا الحمد لله بعد ما عيدها. وشلون يجي القطار؟ انتحر لو ما انتحر؟ شو تقولون؟ هذا ابو الشوكلت شلون على ازدحام ما شاء الله، كلش هوايه رصاصي. خل نروح نتغدى، صديقي عازمني اليوم على غدا، الجوع هسه يقرا الف. ما طول جيت لمنطقة سري، لازم اخذ وياي خبز عراقي وصمون حجري عراقي، تشيز بخمس دولارات بعشر صمونات، والخبز يمكن ستة بخمسة هيك شي. تبسي الباذنجان الصحيح والدجاج، يابا هاي لقمة الباشا ما اعرف شنو داخلها، وهاي البقلاوة، فش تقولون بياها نبدي؟ شت؟ رحت للبيت غيرت ملابسي وجيت المنطقة اسمها ريتشموند، اروح العب كرة ريشة. طبعا هي المنطقة اغلبها صينيين، واللي يلعبوا الريشة اغلبهم صينيين، كل شيء قوي بيها. هذا الولد صديقي لاعب ممتاز، اسهل اليوم اشوفكم وفاقاته كلها. اصبر اصبر، افضل لاعب محترف التونسي من تونس جاء خصيصا تونس الخضراء. هذا كابتن حسام، فزت عليه، مو فزت عليك حسام، تصدق انت ما فزت على حدا يا زلمه؟ والله فزت على حسام. اه عمر ما فاز حدا، فزت على حسام وفزت ويا انس، لعبت اربع لعبات. ما لعبت معك؟ لعبت خمس لعبات، الوحده خسرت واربعه خسرت، اربعه وفزت.
نهاية الحلقة، لا تنسون الاشتراك بالقناة واضغطوا زر اللايك. مع السلامة. Say bye. Bye. Bye.